عقد مؤتمر الصومام بدعوة من المجاهد عبار رمضان في 20 أوت من عام 1956 في منزل قديم بقرية إفريت التابعة لبلدية زلاغن في دائرة أقبو، نظراً لموقعها الاستراتيجي الأكثر أمناً في شعاب الجبال. الرسام الجزائري علي كرموش خلد هذه المناسبة الوطنية في 8 نوفمبر 1984 برسم طابع بريدي يجسد البيت الريفي العتيق في قرية إفري، حيث ترأس فيه العرب بن مهيدي اجتماع أعضاء مؤتمر الصومام. طبعاً مؤتمر الصومام كمرحلة مفصلية، نقول مفصلية لماذا؟ لأن انطلاق العمل المسلح وانطلاق الثورة المباركة لما انفصلت جبهة تحرير حركة الانتصار للحريات كانت جد المناطق تاع الطوار جد مقلصة، لأنه كان الامتداد يحسب لحركة الانتصار، وبالتالي كميلاد جبهة جديدة كان العمل الطوري متفرق جغرافيا. لكن مؤتمر الصومام الذي أعاد التنسيق على المستوى الوطني قد أعطى دفعا محليا لطور التحرير الكبرى المباركة، ودوليا لإعطاء صوت أكبر في المنابر الدولية. دارت هذا اللتام هذا لخطرش عنده هدف رئيسي كبير للثورة الجزائرية والشهداء، وخاصة دارت بصدر الحادث الكبير لعظمة هذا اليوم اللي اجتمعوا فيه المؤتمر هذا الصومام. المؤتمر الصومام إلا دوني كما نقولوا إن إيماج إن بريباراسيون بور لا لوت دو ليبراسيون ناسيونال، ونورمالمون يا الخوال الله يرحمهم يرحم والديكم، عندنا تاريخ واحد، ما عندناش لي زيستوار، عندنا اين اسوار كونت لو كولونياليزم فرونسي، سيتي ريفوليسيون. مؤتمر الصومام هو محطة مهمة بعد انفجار أو تفجير ثورة التحرير المباركة في نوفمبر 54 وهجوم الشمال القسنطيني في 20 أوت 55. 20 أوت 55 الذي قاده الشهيد الرمز زيغود يوسف، بعد ذلك جاءت بعد سنة بالتحديد باليوم عقد مؤتمر الصومام. ومؤتمر الصومام كان مؤتمرا مبرمجا منذ اندلاع الثورة على أن يكون في إحدى مناطق البلاد، بما في ذلك أن يكون في جبل بني صالح الذي كانت تسميه فرنسا جبل بني صالو في الحدود الجزائرية التونسية، باعتبارها منطقة استراتيجية تمكن قادة الثورة في الداخل وفي الخارج من أن يلتقوا هنالك في ذلك المكان. إذن كان مبرمجا، إنما لاعتبارات عدة تمت برمجته في منطقة زلاغن في على ضفاف وادي الصومام. وحضر هذا المؤتمر في الحقيقة كثير من القادة في الداخل وفي الخارج، وبعض القادة لم يحضروا مثل الشهيد الرمز كان قد توفي منذ شهور قليلة، اللي هو مصطفى بن بولعيد كواحد من أباء الثورة إن لم يكن الأب الحقيقي لها لم يستطع الوصول إلى هذه المنطقة. وترأس كما تعرفون العرب بن مهيدي هذا المؤتمر، وحضره كثير من المجاهدين ومن قادة الثورة. ولكن تسلسل الأحداث وتطورات الثورة تأخر بسنتين تقريبا، ونعرف بأن في بداية 55 استشهد ديدوش مراد رحمه الله في شمال قسنطينة، واستشهد أيضا بعده بن بولعيد رمز الثورة الجزائرية، واستشهد كثير من قيادات الثورة. والمؤتمر الصومام كان بعض القرارات خرجت عن القرارات، منها الأولوية الداخل على الخارج، السياسي على العسكري، وقرارات أخرى. في الحقيقة مؤتمر الصومام هو مرحلة من مراحل الثورة التحريرية، وخاصة بعد هو تقويم لمرحلة سبقته وهي مرحلة 54-56. رموز الأولين الذين ساهموا في اندلاع الثورة كان لهم وعد بأن يلتقوا بعد انطلاق الثورة، ولكن الظروف شاءت بأن يتأخر هذا اللقاء إلى
56 إلى 20 أو 56، فكان هذا اللقاء وكان له دور مهم في أولا تنظيم الثورة، في التنظيم الثورة وفي وحدة لم الشمل للشعب الجزائري، وخاصة في لم الشمل الحركات التي كانت قبل الثورة، فأصبح في النتائج نتاع مؤتمر صمام أصبح الجماعة كلهم التفوا إلى جبهة التحرير الوطني، وكان فعلا مؤتمرا أعطى دفعا جديدا للعمل العسكري وللعمل السياسي. وهناك تم تنظيم الثورة، تنظيم الهياكل نتاع الثورة، تنظيم كل ما يتعلق بالثورة سواء في الداخل أو في الخارج. فكان مؤتمرا مهما كان ضروريا أن يكون.